عليكم ورحمه الله وبركاته. حلقه جديده من برنامج الهداف يا جماعه وقائمه منتخب مصر. جايين نتكلم النهارده عن قائمه منتخب مصر الماتشين السنغال يا جماعه. وايه العك والقرف ده يا عم كيروش؟ كفايه تقليب بجد، ده تقليب يا جدعان اقسم بالله. يعني في بدايه الحلقه بس انزل اخبط لايك واعمل كومنت واشترك في القناه لو اول مره تشوفنا، وان شاء الله يعني تقول رايك في الحلقه في العك اللي مقدمه كيروش ده. عايز الحلقه دي تعدي يا جدعان ال 200 300 لايك عشان كيروش بيقلف. اقسم بالله كيروش بيقلف يا جدعان. ده دي مش كوره اللي بيعمله كيروش ده، اقسم بالله ما كوره بجد والله يا جدعان. في بدايه الحلقه بس خلينا نبدا بالاسماء اللي مختارها الحاج كيروش لماتشين السنغال. نبدا بقى بحراسه المرمى: محمد الشناوي، محمد ابو جبل، محمد صبحي. نخش بقى على خط الدفاع: ياسر ابراهيم، محمد عبد المنعم، الونش، ايمن اشرف، محمود علاء، وعلامات استفهام على محمود علاء هنجيلهم في الاخر بس بعد ما نقول القايمه، وفتوح وعمر جابر، وبرضه عمر جابر هنيجي نتكلم عليه في الاخر. حمدي فتحي نيجي بقى نخش خط الوسط: حمدي فتحي، السوليه، نبيل، عماد دونجا بتاع بيراميدز، امام عاشور، النني. ونيجي بقى لخط الهجوم: خط الهجوم محمد صلاح، تريزيجيه، مرموش، افشه، زيزو، مصطفى محمد، مروان حمدي. العلامات استفهام يعني كبيره جدا. يعني مبدئيا كده بقى نيجي من الاول خالص لخط الدفاع: انت واخد محمود علاء ليه؟ يعني يا استاذ يا عم كيروش ابوس رجلك، انت واخد محمود علاء بناء على ايه؟ ده جماهير الزمالك بتتريق عليه اكتر من جماهير الاهلي. ده الفتره الاخيره محمود علاء ماشي يعني بسيستم ولا بفورمه زي الزفت من زفت الاسفلت. فانت ازاي احنا داخلين على ماتشين السنغال؟ انا عارف كده ده اقسم بالله ما يقعدش دكه. ما يعني محمود علاء انت واخده كده هيقعد دكه، اقسم بالله ما يقعد دكه، وعهد الله ما يقعد دكه في الزمالك في بترول اسيوط اصلا. انا ما اعرفش انت بتهبب ايه يا عم كيروش. انا عندي اقسم بالله تاخد احمد ياسين بتاع البنك او محمد فتح الله بتاع غزل المحله على الاقل، اقسم بالله رجاله وارحم من محمود مراجيح ده اقسم بالله. نيجي بقى لحد عمر جابر اقسم بالله كوارث مع بيراميدز. غير كده اخر فتره ما بيلعبش. واخده ليه ومطلع محمد هاني؟ استبعاد محمد هاني علامات استفهام كبيره جدا على استبعاد محمد هاني. محمد هاني الفترة الأخيرة يعني أحسن باك رايت في مصر وشايل النادي الأهلي يعني في أفريقيا وفي الدوري، وطبعًا كان لاعب في كأس العالم للأندية. فإزاي أنت ما تاخدش محمد هاني؟ أنا مش فاهم أنت فين دماغك يعني. عمر كمال عبد الواحد مش باك رايت يعني كمان، وهرجع لك برضه عمر جابر مش باك رايت. يعني أنت بتتكلم في إيه؟ الناس دي مش والله ما باكات رايت حضرتك، والله دول مش باكات رايت، مركزهم الأصلي مش باك رايت. يعني عمر كمال عبد الواحد أصلًا بيلعب هاف، يعني حضرتك ده مهاجم. غير كده كمان عمر جابر ما بيلعبش باك رايت، عمر جابر أصلًا مركزه الأصلي نص ملعب ولا هاف برضه. يعني أنت بتتكلم في إيه يا جدعان؟ ارحمونا بجد، أقسم بالله اللعيب لازم تاخد لعيب في مركزه الاصلي وهو محمد هاني. يعني علامات استفهام كبيره جدا على استبعاد محمد هاني. نخش بقى في اللي بعده. يعني انا مش فاهم انت ازاي مش واخد احمد عبد القادر. اقسم بالله احسن لعيب كره في مصر بيمسك لك الكره. انت محتاج اللعيب في ماتشين السنغال، انت محتاج لعيب مهاري يمسك لك الكره ويقدر كده ايه يعني يهدى كده على الكوره، يمسك كوره، يحرك ده، يلعب محمد صلاح، يلعب مرموش، يلعب تريزيجيه، يعني كده يعني يلعب الناس دي. يعني انت عايز واحد يقف على الكوره وعنده المهاره، مش يقف على الكوره كده وخلاص وتتخطف منه زي عبد الله السعيد جده عبد الله السعيد. لا، انت محتاج لعيب بيمسك الكوره ويعرف تحت ضغط يرقص اي حد من الاخر. محمد عبد القادر اي حد بيخش عليه بيكلفته. احمد عبد القادر الفتره الاخيره ماشي في فورمه عاليه جدا، وانا توقعت ان هو هيكون في القايمه، لكن علامات استفهام كبيره جدا على اللي انت بتعمله. ده ضحك، اقسم بالله ضحك اللي انت ده قايمه واحد عايز يخسر، اقسم بالله قايمه واحد عايز يخسر، انا مش فاهم. ونيجي بقى للنقطه المهمه: مروان حمدي واخده ومستبعد محمد شريف. محمد شريف افضل هداف في مصر واحسن مهاجم في مصر وبيجيب اجوان من نص فرصه. طب ايه انا عايز اخش جوه دماغك مش فاهم برضو. ايه الميزه اللي في مروان حمدي مش موجوده في محمد شريف؟ يعني انا مش فاهم. يعني محمد شريف بيجيب اجوان من نص فرصه، وفي الفتره الاخيره من بعد الوكسه اللي انت عملتها لنا في المنتخب وبعد ما كسرته في المنتخب ورجع النادي الاهلي مكسور، رجع تاني في فورمه عاليه جدا وكل ماتش يا جون يا اسيست وبرده بتستبعده. انا مش فاهم انت عايز ايه من محمد شريف. يعني مروان حمدي ده ماسك عليك سيديهات ولا انت جوز امه ولا ايه؟ انا مش فاهم. يعني كفايه عك، اقسم بالله كفايه عك كده كتير بصراحه، كده كتير قوي 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 قوي. يعني قايمه اقسم بالله ما تصلح تلعب دوره رمضانيه، اقسم بالله قايمه لا صعبه جدا جدا جدا، علامات استفهام كبيره جدا. فين محمد هاني؟ فين احمد رفعت؟ اللي كان متالق في كاس العرب
وكان جاب جول عالمي وكان كل ما ينزل يا يجيب جول يا يخلص لك الدنيا يا يعمل اسيست وكان عامل ماتشات عالميه في كاس العرب. فين احمد رفعت؟ يعني انا مش فاهم انت بتعاقب اللعيبه دي ان هي بتتالق يعني ولا ايه؟ مش فاهم. واخد اسماء لا تصلح للمنتخب وسايب اسماء تانية هي اللي اصلا المفروض تروح المنتخب. انت فين دماغك يا عم كيروش؟ ارحمنا يا عم كيروش شويه كده كتير. لا وكده صعب جدا 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 جدا. ربنا يسترها علينا يا رب في ماتشين السنغال وان شاء الله يعني عدي على خير وان شاء الله تسيبنا وتخلع بعد ماتشين السنغال. عشان كده كتير كده كتير منتخب مصر مش حقل تجارب يا جماعه. منتخب مصر اقسم بالله مش بالمنظر ده. احنا ده حسام البدري ما كانش يقدر يعمل العك اللي انت بتعمله ده اقسم بالله. لا يستجرى يعمل العك اللي انت بتعمله ده. عم كيروش ده تاليف يا جدعان اللي بيعمله ده كيروش اقسم بالله تاليف بمعنى الكلمه. فين اللعيبه اللي تشيل منتخب مصر؟ فين اللعيبه اللي تحمل منتخب مصر؟ فين؟ انا مش فاهم حضرتك انت واخد قايمه ما تلعبش في دوره رمضانيه يا جدعان اقسم بالله. وفي نهايه الحلقه يعني يا رب يعني يا رب يا رب يعني نعدي بدعاء المصريين وبدعاء الوالدين وبدعاء كل الناس. وفي نهايه الحلقه يا جدعان قولوا يعني انزلوا في الكومنتات قولوا لنا مين اللعيب اللي كان يستحق ينضم للمنتخب ومين اللعيب اللي انتم من وجهه نظركم شايفين انه اتظلم في الاستبعاد بتاع المنتخب. وانزلوا كلنا في الكومنتات عايزين نعمل خناقه في الكومنتات يا جدعان نشوف يعني رايك. قول لنا رايك في الكومنتات في القايمه بتاعه منتخب مصر وقايمه كارلوس كيروش اللي مكفرنا اقسم بالله. انزل في الكومنتات قول رايك في قايمه كارلوس كيروش ومين اللي اتظلم باستبعاده في القايمه ومين اللي ما يستحقش انه يكون موجود في القايمه وتوقعك لماتشين السنغال في الكومنتات. وفي نهايه الحلقه يا جماعه اي حد بيتفرج علينا يا جماعه يا ريت تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصل لك فيديوهاتنا وكل جديد اول ما ينزل الحلقه باذن الله. وان شاء الله الفتره الجايه انتظروا فيديوهات كتيره جدا وتحليل ماتشات كتيره جدا. وان شاء الله الفتره الجايه برنامج الهداف ان شاء الله يكون رقم واحد على اليوتيوب في مصر. وان شاء الله يا جماعه مستنيكم في الكومنتات نتخانق مع بعضينا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وكان معكم ابراهيم سمكه من برنامج الهداف على اليوتيوب. وشكرا ليكم جميعا.